بقى للكونترا انديكيشنز امتى صعب يعني قصدي مش صعب سهل بقى لو اتفضل الهارت هارت مين بقى غالبا حاجه كيميكال انديكيشن مالهاش علاقه بالميكانيزم يعني قلنا العيان مثلا خده مع الاكل خده مع الكاس الحاجه لكن مش مالهاش علاقه بالميكانيزم خالص عشان ما ننساش بس احنا فوتنا الكونترا انديكيشنز هو انتوا ليه صحصحتوا فجاه كده حصل ايه؟ كنا هنين ونايمين وزي الفل انا بشرح الناس نايمه ولا مين اللي ما ياخدش سلفونايل يوريا؟ بريجنسي لاكتيشن هيباتيك رينال صح انرجي ستريس هيستوري اوف دايابيتيك كيتو اسيدوزس مش كده؟ اقول لك بطريقه سهله قوي الكونترا انديكيشنز بتوع المجموعه دي تقريبا تساوي الانديكيشنز اوف انسولين مش كده؟ يعني العيان اللي ممنوع ياخد سلفونايل يوريا هو العيان اللي لازم ياخد انسولين هو كتاب القسم كاتب تايب 1 دايابيتس وبرضه في ناس اعترضت كتير هو ممنوع ان انا اديه في تايب 1 دايابيتس هو لوحده مش هيعمل حاجه صح؟ لان تايب 1 دايابيتس ده لازم انسولين لكن ما يمنعش ان انا اديه مع الانسولين يعني مش غلط لكن الفكره هو ما يبقاش هو العلاج ما يبقاش المين تريتمنت بتاع التايب 1 صح برافو عليك في المباد ما هو ده بقى الكلام الفرق ما بين الطب والفرما مش كده؟ يعني في حاجتين منفصلين عن بعض خالص الطب والفرما خالص هو في الطب انا ممكن ادي سلفورايل اوريا في عيان عنده لينا الامبيرمنت وليفر الامبيرمنت بشرط ادجستمنت اوف ذا دوز وعندنا معادلات دلوقتي اقدر اعرف وظائف الكبد ازاي والكلى ازاي واحسب جرعتي على حسب لكن في الفرم بقى في الامتحانات بكل فخر كده كونترا انديكيتد في الليفر والكيدني مش عارف ايه لو حد بقى زنقك وانا عارف مين ممكن يزنقك بس مش هقول لك اسمه هتقول له كده هتقول له ان هو اقدر اديه بس يو هاف تو ادجست ذا دوز خلاص خلصنا من الكونترا انديكيشنز دراج انتراكشنز اعتقد ان 80% منها اتجوز يلا يا جماعه السوق احنا النهارده على فكره من المرات النادره اللي ممكن نخلص فيها قبل 11 ف لا لا قبل كده اوعدك بس نرجع بقى كده لحاله الهدوء والنوم اللي كنا عليها ان شاء الله دراج انتراكشنز صح يلا يا جماعه رحت فين؟ في ناس بتسجل هنا ده منظر وحش قوي انا مش عارف اسكتكم في التلفزيون. يلا يا بنات خليكم معانا شويه. ده اللي هو اللي بيقول لك ايه ده؟ يلا نتكلم. اول حاجه في دراج انتراكشنز صوت يا جماعه اسمع. صوت. حكايه البلازما بروتين بايند مش كده؟ الدواء بتاعنا اللي هي مجموعة سلفونال يوريا ميت سبيس وارفرين فروم بلازما بروتينز لكن الاسبرين والفينال بيتازول ومعظم مجموعة النون ستيرويدال ومعاهم السلفونا مايلز كانتي بكتيريال ميت سبيس سلفونال يوريا فروم بلازما بروتينز. البلاد انتراكشن التاني مكرر على الليفر الهباتيك مايكروزوما انزايم اندوسرز هتكسر الدواء ده بمعدل اعلى وي هاف تو انكريز ذا دوز ومديك امثله هنا للاندوسرز متوقعه بقى اللي هو الفانتسين اتفضل. كان انهبيتر شويه من كتب مايكروزوما الانزايم صح؟ يعني قصدك ان هو نفسه صح؟ ما هي السلفونامايد لما ناخدها فيها نفس الكاركتر بس دول اضعف منهم كتير يعني تاثيرهم على الليفر انزايمز مش قوي لدرجه ان هو يتحط كدراج انتراكشن. يبقى لو اخدتهم مع ريفامبيسين او فينيتوين او فينوباربيتون وي هاف تو انكريز ذا دوز العكس بقى لو اخدتهم مع هيباتيك مايكروزوما انزايم انهبيتور مكتوب عندنا في الكتاب نو انهبيتورز ما بقوش موجودين في الطب قوي انت عارف بيستعملوا في ايه؟ النو انهبيتورز عندي ديبريشن هنسمعهم ان شاء الله في علاج الديبريشن ودواء مهم قوي اسمه اليوبيرول عارفين بتاع الجاوت اللي هو زنتين اوكسيديز انهبيتور وده سمعناه كتير بقى اللي هو السايموتيدين دي من الادويه المشهوره قوي اللي ممكن تشتغل كهيباتيك مايكروزوما انزايم انهبيتورز وانتي بايوتيك قديم شويه لكن موصوف معاه ان هو انهبيتور زي كلوران فينيكول يبقى ساعتها لازم اعوض وادي جرعه اقل شويه. الدراج انتراكشن بتاع الكحول مش مهم قوي برضه لكن هو كلكم يمكن سمعتوا في البايو كيمستري
الالكوهول ممكن يعمل هايبوجلايسيميا، الالكوهول لوحده ممكن يعمل هايبوجلايسيميا، فلو اتاخد مع اورال هايبوجلايسيميكس ممكن يحصل منهم اكسجريتد افكت. انا بقى اللي يهمني الحقيقه في كل الانتراكشنز دي اخر اثنين، مع البيتا بلوكرز ومع الادويه اللي بتعمل انتاجونيزم، الادويه اللي تعاكس شغل السلفوناين واي. طيب ايه اللي يعاكس شغل السلفوناين واي؟ ايه اللي يخلي السلفوناين واي الاكشن بتاعها مش كويس كفارماكو دايناميك؟ ما بتكلمش بقى ان هو ما يتزحش او يتزاح او بلازما بروتين. برافو عليك. اي حاجه تعلي، اي حاجه تعمل هايبر جلاسيم مش كده؟ الكورتيزون، الكونتراسيبتكس اللي فيها استروجين، اي حاجه بقى تعمل ادرينالين، اي كلام اللي احنا قلناه في الانتي انسولين ده يتحط. الاهم منهم بقى اي دواء يمنع الريليز اوف انسولين فروم ذا بانكرياس، صح؟ مش ده تقول شغلهم يطلعوا انسولين. في ادويه بقى بتمنع الانسولين ريليز. مين فاكر الثايزايد والدايزوكسايد كانوا ازاي بيعملوا انهبيشن اوف انسولين ريليز؟ عكس ده، بدل ما يقفلوا ده بيفتحوا البوتاسيوم شانل، فتبدا الخليه تبقى هايبر بولرايز ما تعرفش تطلع. الفينتوين انا عارف مش مكتوب بس افتكر كده، الفينتوين كان بيمنع الريليز عشان صوديوم عشان البلوكر، الفيرابامين كان بيمنع الريليز عشان هو كانسر عشان البلوكر، يبقى كل ده يقال عليه انتاجونيزم مش كده؟ حد سالني امبارح سؤال حلو قوي، هو العلاقه ما بين الثايزايد وما بين السلفوناين يوريا ممكن اسميها فيسيولوجيكال، طبعا بيشتغل على نفس الشانل لكن في كل واحد في مكان مختلف، المحصله عكس بعض، واحد بيزود الريليز واحد بيمنع الريليز. البيتا بلوكرز بقى انا عايزك قبل ما اقول لك الفكره انت فكرني كده، العيان اللي بيدخل في هايبوجلايسيميا وات ايفر ذا كوز بقى، واحد اخد انسولين زياده او اورال هايبوجلايسيميك زياده، يبقى ايه اللي بيحصل له؟ ايه الكونسيبت؟ بالظبط، هايبوجلايسيميا از ستريس، صح؟ فيبدا يزيد عنده شغل السيمباثيك. شغل السيمباثيك ده مهم قوي لسببين، هيروح على الهارت ويشغل البيتا واحد، فالعيان مجرد ما بيدخل في هايبوجلايسيميا بيحس بتاكيكارديا بالبيتيشن، ودي بنسميها لو فاكرين وارنينج مانيفستيشنز، اعراض تحذيريه. النقطه الثانيه السيمباثيك لما يزيد يشغل لك البيتا 2 اوف ذا ليفر فيعمل الانكوجينوسيس، يبقى شغل السيمباثيك في العيان اللي عنده هايبوجلايسيميا ده مهم، لان هو بيعوضه بالجلوكوز عن طريق الجلايكوجينوليسيس وبيحذره ان سكره بدا يقل عن طريق البالبيتيشن والاريتميا والمشاكل الانجينا وكل الكلام بتاع الكارديك ستيميليشن مش كده؟ طب ده عيان هايبوجلايسيميك ما بياخدش بيتا بلوكر، تعالى بقى نفس العيان ده حصل له نفس المشكله وهو بياخد دواء زي البروبرانولول، يطلع ايه البروبرانولول ده؟ برانسليكت بيقفل بيتا واحد واثنين، ايه اللي حصل؟ قفلت بيتا 2 منعت الكومبنساتوري جلايكوجينوليسيس، فالسكر عمال ينزل مش عارف اعوضه، وقافل البيتا 1 اوف ذا هارت فمفيش وارنينج مانيفستيشنز اللي بتخض العيان، يعني العيان هيفضل يعرق مش كده؟ لكن هو مش ده، هو مش متعود قوي ان العرق جايز بقى حر جايز متقف في الهدوم، اللي بيخوفه قوي من الهايبوجلايسيميا اللي يحصل تاكيكارديا بالبيتيشن. ايه رايك بقى في البيتا بلوكرز دول مع اورال هايبوجلايسيميك او مع انسولين؟ رأيك. في الكتب بتاعتنا في الترم الاول لما تيجي تراجع البيتا بلوكر كان مكتوب كونترا انديكيتد، كان مكتوب كده برضه بالفيلم المليان، لكن طبيا مش غلط، انا ممكن ادي بيتا بلوكر عالي بيه ضغط او ذبحه وادي انسولين او اورا هايبوجلايسيميكس، بس دايما عيني على ايه؟ على الضغط الجلوكوز، ما خلوش ينزل، يعني بعمل حسابي ومتابع العيان كويس اللي ما يحصلش عنده هايبوجلايسيميا. لا اللي كانوا الدراج اوف تشويس للهايبرتنشن ان دايابيتك كانوا الايس انهبيتورز او الاي ار بيز. احنا كنا دايما نقول في الاي بي سي ان الاي ار بيز دول احسن حاجه، الكالسيوم شانل بلوكرز مش بطالين، بلاش بيتا بلوكرز عشان العيب ده، وبلاش ثايزايدز عشان كانوا بيعملوا هايبر جلاسيميا مش كده؟ ما كان دايما الدراج اوف تشويس مش البيتا بلوكرز. يبقى عرفنا كده الدراج انتراكشنز المشهوره، وبالتالي كده خلصنا مجموعه سلفونايل وريز، دي اكبر مجموعه ان شاء الله في الموضوع. برضه السلكتيف الكاربو سيلكتيف بيتا بلوكرز اخف ضررا مش كده؟ يعني لو اديت اتينولول انا سايب البيتا 2 شغاله ففي كومبنساتوري جلايكوجينوليسيس، لكن برضه مانع العيان من حكايه الورنينج سيمتوم اللي موجود. بس برضه انت فاكر احمد من القاعده بتاعت الابسولوت سيلكتيفيتي، يعني ممكن العيان ده لو عايش الواحد بقى كده عمال ياخد الادويه مش متابع يحصل نفس المشكله.
المجموعه اللي جايه هي مجموعه سهله قوي لانها شبيهه جدا بالسنفوناي الوريه. عندنا مثالين ليهم، معلش الاسامي بس بايخه شويه. في مجموعه اسمها الميجلي دينايت، ده اسم الكيميائي بتاعها. الدواء المشهور فيها ده بنسميه ريبا دينايت، ريبا دينايت. المجموعه الثانيه اسمها ديكسترو فينايل انالين ديريفاتيفز، والدواء النموذج بتاعها اسمه لاتي دينايت. كل حاجه فيهم تقريبا شبه السلفونايل وريا ما عدا الكيمستري. فانا كده تغلبت على مشكله مهمه قوي اللي هو الالرجي والكروس الرجي. بس لو حد سالك في الشفوي عمرهم ما بيعملوا الرجي؟ قال لي بيعمل الرجي بالظبط، لكن هي فكره ايه احتمالات وسيفيريتي كانت موجوده اكتر مع السلفونايل وريا، لكن دول ممكن طبعا زي اي دواء يبقوا الرجي. مكتوب في الكتاب الفارماكوكيناتكس زي اللي فاتوا حلو، والفارماكو دايناميك زي اللي فات. يعني ايه زي اللي فات؟ يعني بيقفله الـ ATP sensitive channel فيرميز انسولين ويقلله جلوكاجون ويقلله كاتيكولامينز واشتغلوا بره، اشتغلوا اكسترا بانكرياتيك يعني زودوا الـ sensitivity of insulin receptors. بيتاخدوا اورال طبعا، ودي نفس المجموعه، rapid onset وشورت duration، والسبب في كده بيتكسروا بسرعه في الليفر، يعني هم ليهم rapid rate of metabolism. امتى اخدهم بقى؟ بيتاخدوا عشان ما يحصلش ما يسمى بالبوست بلاندر هايبرجلايسيميا. دايما بعد الاكل كده مشكلتنا الاكل الجلوكوز يعلى. ولازم لما الجلوكوز يعلى الانسولين يعلى. فاكرين الرسم اللي رسمناها قبل كده؟ الانسولين بيبقى فيه فيس كده عالي قوي، وبعد كده واحده ثانيه. العيان اللي عنده تايب 2 دايابيتس ما عندوش المرحله دي. مش كده؟ فلو اكلت سكري عالي ما بعرفش اطلع انسولين بشكل عالي. فيتاخد عشان نوقف بيه بوست برانديان هايبرجلايسيميا. غالبا بيتاخد مع الميد فورمين، يعني في كومبانيشنز كتير قوي فيها الاثنين مع بعض. اشهر عيوبه الهايبوجلايسيميا والويت جين، بس مكتوب في الكتاب اقل احتمالا طبعا مقارنه بالسلفونايلوريا. ليس لايف ان هم يعملوا هايبوجلايسيميا وبيعملوا مشكله الويت جين اقل من الادويه القديمه. يبقى خلصت كده. نعم؟ الميد فورمين بحطه معاك نوع من السينرجيزم بقى. يعني واحد بيطلع انسولين والتاني بيعمل الشغل اللي هنقول عليه دلوقتي ان شاء الله. بيعمل كذا حاجه من ضمنها الابيتايت، صح. ايه بقى ال HbA1c ده؟ ما بعرفش هو كتبه ليه هنا الحقيقه، بس عارفينه ده الجلايكوزيديتد هيموجلوبين، مش كده؟ اللي انا بقيس بيه الكنترول اوف دايابيتس خلال الثلاث شهور اللي فاتوا، لان ده هيموجلوبين فيه جلوكوز، وانا عارف ال RBCs عمرها اللايف سبان بتاعها ثلاث شهور. فانا بتابع مين بشخص بيه، ما بقدرش اعمل بيه تشخيص، لكن اقدر اعمل بيه فولو اب كويس. طالما هو ظبط السكر يبقى الاقي فيه بدا يتحسن عند العيان، يرجع بقى للليفلز النورمال بتاعت ال اتش بي اي 1 سي. ال اتش بي اي 1 سي ده عباره عن جلوكوز باوند هيموجلوبين، كويس؟ فعشان اعرف العيان النهارده سكره مظبوط، بس عايز اعرف هو الفتره اللي فاتت كان سكره اخباره ايه؟ فكأني بقيس الجلوكوز بتاع الار بي سيز، وانا عارف الار بي سيز دي بتعيش ثلاث شهور، فلما الاقي ليفل معين من الجلوكوز ده يبقى معناها ان كان السكر عالي في ثلاث شهور او مظبوط او لا. هو مش هيعرفني هايبر جلايسيميا دلوقتي، ولا دي هعرفها بالبلد جلوكوز العادي. انا عايز اعرف الفتره اللي فاتت العيان كان كنترولد ولا لا؟ كان سكره عالي بالدواء ولا كان ماشي كويس؟ ما هو جايز النهارده خد الدواء وجاي له سكره مظبوط، مش كده؟ وقبل كده كان مطنش الدواء، فهعرف من خلال الاختبار ده الثلاث شهور اللي فاتوا كان اخبار الهيموجلوبين او الجلوكوز بتاعه ايه. لا هي ملهاش معنى هنا بالذات، هي معنى دايما. ما دام الفولو اب، لكن اشمعنى هنا حاططها؟ مش هتفرق، او اي دواء تاني بقى بيعمل كنترول يظبط سكر هتلاقي معاه الاتش بي او ان سي بيبتدي يتحسن. المجموعه اللي بعد كده بقى اللي هي المجموعه نمره 2 في الاورال اللي اسمها انسولين سنسيتايزرز. للمرة العاشرة بقى ما بيطلعوش انسولين، they do not release insulin، وبالتالي ما بيعملوش هايبوجلايسيميا، ما اسمهمش اورال هايبوجلايسيميكس، اسمهم اورال ايوجلايسيميك دراجز. بيتقسموا لمجموعة قديمة اسمها البايجوانايتس، ومجموعة جديدة في الصفحة اللي جاية اسمها مكلكع اوي فايا زوليدين داونز. خلينا في السهل بقى. البايجوانايتس ما عادش باقي في الطب زي ما قلت لك غير دواء واحد اسمه الميد فورمين. كان في دواء قديم اسمه الفيل فورمين واتسحب. الدواء ده مش مكتوب اي حاجه في الكاينتكس عنه، مش كده؟ بس يعني عشان خاطر يعني الزمن اعرف بس ان هو بيتاخد اورال طبعا،
اسمها كده الاورا، وان هم اكسكريتد كومبليتلي باي ذا كيدني. يعني الدواء ده تقريبا كله معتمد على رينال كليرنس. يبقى خلي بالك في الناس اللي عندهم رينال انسفيشنس. بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن، بعد ما تقرا بقى كل السبع حاجات اللي مكتوبه هتكتشف ان انت ما عرفتش ميكانيزم. انت عرفت اكشنز لكن ما عرفتش بيعمل ازاي، ومحدش عارف. جالك ميكانيزم اكتب دول، جالك اكشنز اكتب دول، جالك فارماكودايناميكس اكتب دول برضه. هو بيعمل ايه بقى؟ خلاص عرفنا ما بيطلعش انسولين. الحاجات المهمه قوي اللي بيعملها بينهبت الجلوكاجون سكريشن. من الحاجات الاساسيه في شغله انهبت الجلوكاجون سكريشن. نمره اثنين، وفي بعض الكتب كاتبه ان دي اهم اكشن، انهبت هيباتيك جلوكونيوجينيسيس. يمنع ان الليفر يجيب جلوكوز فروم نون كربوهيدرات سورس. ونمره ثلاثه، بيقلل كمان الجلوكوز ابزوربشن من الجي اي تي. يبقى في ثلاث حاجات مهمين اهو قللهم، مش كده؟ قلل الجلوكاجون من البنكرياس، قلل الجلوكوز اللي طالع من الليفر جلوكونيوجينيسيس، وقلل امتصاص الجلوكوز من الجي اي تي. يا ريت تحط معاهم كمان انه بيقلل ابيتايت. يعني الحاجات اللي بتقل ميزه مهمه الحقيقه فيه في العيان الاوبيز، انك انت بتعمل ما يسمى بالانوركسجينيك افكت، سد نفس العيان. امال بيزود ايه بقى؟ بيزود حاجه اسمها الجلوكوز ابتيك باي ذا سكيليتال ماسلز، ودي حاجه كويسه عشان اسحب السكر اللي في الدم. بيزود الجلايكوليسيس، ولكن لسوء الحظ بيستيميليت الانيروبيك جلايكوليسيس مش الايروبيك. يدخل الجلوكوز في الانيروبيك سايكل اللي بتديك لاكتيك اسيد، ودي اسوء مشكله فيه، ان اللاكتيك اسيد لو عالي هيعمل لاكت اسيدوتيك كوما. الحاجه الثالثه اللي بيزودها طبعا، ويمكن دي من الحاجات الاساسيه برضه، اللي بيزود السنسيتيفيتي. بيقول لك عليه بيزود البايندنج اوف انسولين تو ريسبتورز، او بيزود الافكت اوف انسولين على الريسبتورز بتوعه. يبقى هو يعني بشكل كده البلد يعني شويه قلل ثلاثه او اربعه وزود ثلاثه، مش كده؟ خلاص عرفناهم، جلوكاجون جلوكونيوجينيسيس جلوكوز ابزوربشن كل ده قليل، والابيتايت زود جلوكوز ابتيك في العضلات، وزود الجلايكوليسيس بس انيروبيك، وزود السنستيفيتي. دي حاجه اساسيه في شغله، يحسن شغل الانسولين على الريسبتورز بتوعه. امتى هنستعمله؟ ده انتوا كلكم عرفتوا بقى. والاستعمال التقليدي مش الاستعمال بتاع الطب، لان في الطب في حاجات كتير. الاستعمال بتاعنا في الفارما تايب 2 دايابيتس، صح؟ امتى؟ لو فشلنا بالدايت والاكسرسايز والعيان اوبيس، يبقى هيسد نفسه، مش كده؟ ممكن استعمله لوحده، ممكن استعمله مع اي دواء تاني. اللي ان شاء الله نتكلم في العملي، قلت لك لو فشلنا بدواء واحد بندي دوائين منهم الميتفورمين. فشلنا الدوائين ثلاثة منهم الميتفورمين. الميتفورمين ده يتاخد يا اما لوحده يسموها مونو ثيرابي ساعات، او يتاخد كومبايند لاي دواء تاني بما فيها الانسولين. اتفضل. ممكن؟ لوحده؟ طيب هو طبعا بيتاخد تايب 1 بس لوحده؟ طب بلاش اصل هو في تايب 2 صح؟ انا موافق يتاخد تايب 2 لوحده ماشي، موافق برضه صح. يعني انا ممكن اديه تايب 2 اللي هو فشلنا بالسلفوريه اللي هي مثلا، مش كده؟ لكن تايب 1 مستحيل اديه لوحده، لازم اعمل ريبليسمنت بانسولين، وعشان ما احتاجش جرعات كبيره من الانسولين قد ما ده. ده بالنسبه للاستعمالات. ان شاء الله لما ناخد السكس هرمونز في الاندوكراين هنسمع ان الميتفورمين ده بيتاخد تو اندوس اوفيوليشن. قصه غريبه جدا، ويعني اكتشفت كده تقريبا بشوفه شبه صدفه. صوت يا جماعه. الستات اللي عندهم حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري، عندهم مشكله في الاوفيوليشن، بيبقوا اوبيز وغالبا دايابيتك، لقوا ان الميتفورمين لما تاخد فيهم عشان يصلح السكر عمل اندكشن اوف اوفيوليشن. فده من ضمن الاستعمالات المعترف بيها ان الجلوكوفاج بيتاخد في الستات اللي عندهم ان انفلاتري سايكل. بالنسبه للعيوب بتاعته، العيب الاساسي فيه الحقيقه هو الجي اي تي ديستربنس. وكاتب الانوركسيا، هي الانوركسيا عيب ولا مش قوي؟ ده غالبا ميزه، ان انا بعمل كنترول الدايت للعيان الاوبيز. هو العيب الاسوأ بقى الحقيقه، سيبك من النوزيا والفوميتنج والكلام ده، الدايريه. اللي فيكم ان شاء الله هيشتغل كلينيك اللي بقى في علاج السكر، هيجيبوا ناس كتيره جدا كارهين الدواء ده ومش قادرين يكملوه عشان الدايريه. هي ممكن مع الوقت تقل، يحصل لها نوع من التولرنس، لكن في بعض الحالات بتستمر لدرجه ان العيان بيبقى نون كومبلاينت خالص.
فالضروري من حياته الكلينيكال اللي مهم قوي. العيب نمرة 2 لاكتيك اسيد زيادة. عشان هو بيدوس الانيروبيك جلايكوليسيس. بس مش في كل الناس، انا لو عندي ليفر سليم وكدني سليمة وما عنديش هايبوكسيا مفيش مشكلة. ما يجيليش مشكلة اللاكتيك اسيدوزيس. يبقى مين العيان اللي معرض للاكتيك اسيدوزيس؟ اللي عنده ليفر امبيرمنت، صح؟ مش قادر يتخلص من اللاكتيك اسيد. واللي عنده رينال امبيرمنت، وده لسببين. اللي عنده رينال امبيرمنت عشان الدواء نفسه مش قادر ينزله في اليورين، ده كله بينزل في اليورين. والسبب الثاني ان برضه مش قادر اعمل اليمينيشن اوف لاكتيك اسيد. هتلاقي كتاب القسم كاتب لك الاولد ايج، صح؟ عنده مشاكل رينال وهيباتيك. هتلاقي كاتب الكرونيك الكوهوليزم، الناس اللي بيشربوا خمر الليفر بتاعهم مش شغال كويس غالبا. وكاتب الريسبيراتوري والكارديو فاسكولار ديزيزز اللي تعمل هايبوكسيا. بالظبط. بس هو بره بقى في حاله من حالات الكلينيكال جاب لي امراض. يعني قال لي ايه من الكونديشنز دي ممكن تعمل لاكتيك اسيدوز؟ ايه اشهر حاجه ممكن تكون عامله مشكله هايبوكسيا بمرض كارديو فاسكولار؟ ايه الحاجة المرض اللي ما يخليش الدم يوصل للتيشوز كويس؟ والعضلة في القلب فيه ضعيفة؟ كان بيحكيله ده اسمه فيجيتاليس. هارت فيلر، صح؟ هارت فيلر مشكلة، مفيش أكسجين سبلاي كويس. ومن الأمراض المشهورة أوي ريسبيراتوري حاجة اسمها سي أو بي دي. كرونيك أوبستراكتيف بلمونري ديزيز. يبقى دي حاجات غالبا معاها في لازم تحط معاهم الأنيميز ماشي. لكن الحاجات المهمة أوي الهارت فيلر والكرونيك أوبستراكتيف بلمونري ديزيز. العيب الاخير بقى على المدى البعيد يقلل قوي البي 12 ابزوربشن من الجي اي بي، ممكن يعمل مشكله المايكروسيتيك انيميا. الكتاب عامل جدول مصغر كده، انت ان شاء الله اخر السنه يبقى عندك جدول فخم كده فيه كل الفروقات. هو بس مركز على كام نقطه كده معينه مهم على فكره، يعني الكومباريزون بين الاثنين، الحاجات اللي دايما متوقعه في السؤال كومبير ما بين السلفوريوريا والبايبرمايت. المجموعة الثانية في الـ insulin sensitizers عشان ندخل بقى ان شاء الله على الثايرويد. طيب ماشي، ده مش النهارده، مش هندخل ان شاء الله، بس ما بقولش النهارده. مجموعة اسمها الثايازولبين دايونز. شوف كله بيقلب على طول على الثايرويد ويشوف هي فين وبتعمل ايه. المجموعة دي ليها اسم اسهل شوية اسمها جليتازونز. فين دوايين هنحفظهم ان شاء الله كده او بالشبه يعني عشان الام سي كيو. ده اسمه روزي، روزي جليتازون. يلا يا شباب. وده اسمه بايو جليتازون. الاثنين دول الامثله بتاعت مجموعه. يلا يا رجاله يا اخوانا. فايزولوجين دايز. ما عندناش حاجه مهمه في الكاريتكس، بس افتكر ان هم دي ار اورال دايز عشان ما ننساش. الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم هو اهم حاجه نعرفها. طريقه شغلهم. فاكر في مجموعة في علاج الهايبرليبيديميا كان اسمها الفايبريتس. كانوا بيشتغلوا على نوع من النيوكليار ريسبتورز كان اسمهم اختصارا كده البابارا، كده الاختصار بيروكسيزوم بروفريتور اكتيفيتد ريسبتور. وكانوا بالذات بيشتغلوا على سب تايب اسمه الالفا. كانوا بيعملوا ساعتها ايه بما انهم النيوكليار ريسبتورز يعني؟ جين اكسبريشن. يكون بقى يكون حاجات مثلا لايك بروتين لايبيز ومش عارف ايه في النهارده. المجموعه بتاعت الثايزولوجين بايونز نفس الفكره، they act as agonist على specific nuclear receptors اسمهم برضه البابار، بس نوع مختلف اسمه البابار جاما مش الالفا. هيعملوا جين اكسبريشن، هيبتدي الجسم يكون بلوت ويكون لايبوبروتين فيحسن شغل الانسولين بقى سواء على ليفر او ادريكوس تيشو او سكيليتال مصر. مفهومه؟ يبقى طريقه شغلهم مهم قوي وشغلهم واضح دلوقتي. على فكره كان زمان ما نعرفش لحد كام سنه كده ما كناش عارفين بيعملوا ايه، لكن عرفوا ان هو بيشتغلوا على نيوكليير بابار جاما ريسبتورز. استعمالهم هيعالجوا طبعا الدايبيتس اللي بنتكلم فيه بقى من المره اللي فاتت، يا اما يتاخدوا لوحدهم في تايب 2 اسمها مونو ثيرابي، يا اما يتحطوا مع ادويه ثانيه زي الميتفورمين. العيوب بتاعتهم الحقيقه عيوب كتيره قوي، ومعظمها على فكره حاجات احصائيه. يعني في منهم حاجات كتيره قوي مش مؤكده لسه. اول عيب بيعملوا حاجه اسمها فلويد ريتنشن. بيعملوا زي سوديوم ووتر ريتنشن. وانت حافظ بقى من ايام الكارديو فاسكولار اي دواء يحوش ميه وملح هيعمل اديمه، دي بقى بقلب جامد كده اديمه. وممكن يعلي الضغط، وممكن يعمل مشاكل هارت فيلير، مش كده؟
في ناس بتقول انه بيعمل كمان شويه انيميا قليله قوي لان هو كنوع من الدايليوشن برضه، يعني فلويد كتيره وار بي سيز في ميه، يقال يعني ممكن تعمل ما يسمى بالمايلد انيميا. العيب نمره 2 ده عيب احصائي برضه، مكتوب ان هو ممكن يزود الريسك اوف مايكارديال انفاركشن او كارديو فاسكولار ديزيزز وسادن ديث. احصائيه اللي خدوا جليتازولز حصل زياده عندهم من مشاكل القلب ونسبه وفاه فجاه غير اللي ما اخدوش. العيب المتفق عليه واللي لازم يتقال الحقيقه في الاول هيباتو توكسيك. الادويه دي بتعلي الترانس امينيزز وممكن لو انت مش متابع العيان يحصل ليفر دامج. وفي منهم على فكره دوت سحب كان اسمه التروجليتازول، اول واحد ظهر فيه بس الشركه سحبته بعد شويه عشان حصل فيتال هيباتو توكسيك افكت. طبعا المتابعه هنا سهله بقى زي ما قلنا مع الستاتنز والفايبريتس والترانس امينيز انزايمز. في كلام بقى ان هم بيعملوا اوستيوبوروزس. اوستيوبوروزس يعني بالعربي هشاشه العظام. طب الاوستي مانيشيا لين العظام ماشي، ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق بين الهشاشه والبشاشه؟ الماليشيا ايه؟ الماليشيا كالسيفيكيشن غالبا مش كده؟ يعني مشكله في الماليشيا تبقى مشكله ديبوزيشن بتاع الكالسيوم فوسفيت. امال بروزس الماتريكس البروتين الارضيه اللي متوصل عليها الكالسيوم هي اللي ضعيفه مش كده؟ مش مشكله. المهم ان هو بيعمل اوستيوبوروزس وليها تفسير اللي يحب يعرف انه بيقلل الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي. تعرفين الاوستيوبلاست اللي هي الخليه المسؤوله عن تكوين العظم قليله، بيقلل تكوينها بيقلل عددها، يبقى دي من الحاجات اللي موصوفه معاه. طلع برضو كده احصائيه عن البايوجليتازون بيزود الانسيدنس اوف بلادر كارسينوما. الحاجات دي على فكره في ناس بتشك فيها قوي. يعني ان شاء الله لما تتخرجوا كده وتشتغلوا وتعرفوا ان في حرب فظيعه بين شركات الادويه وبعضها، يطلع عليك كده ان البايوجليتازون بيزود الانسيدنس بتاع الكانسر في البلادر. تاني الدواء ده اللي كان عمال يبيع مبيعات بالمليارات ما عادش حد بيكتبه. فيعني جايز علميا ما تبقاش مظبوطه قوي، لكن احنا طبعا في الامتحان نكتب ده، ما لناش دعوه بالحرب والكلام ده. اللعيب الاخير هم التراتوجينيك برضه. مجموعه الحوامل اللي بيعملوا التراتوجينيك افكت. خلصت كده بقى مجموعه الانسولين سنسيتايزرز وقبلها الانسولين سكريتازولز. ادويه سهله قوي ان شاء الله اللي جايه. حاجه بنسميها الفا جلوكوزايديز انهبيتورز. فاكرين في الفسيولوجي انزيم اسمه الفا جلوكوزايديز ولا لكن ايه؟ ده الفا جلوكوزايديز ده موجود في البراش بوردر بتاع الجلوكوزا اوف ذا سمول انتستن مش كده؟ وكان وظيفته انه يكسر البولي ساكرايدز والاوليجو والداي انتو مونو ساكرايدز كويس؟ هو اللي بيكسر الستارش وغيره الى جلوكوز. فكره الادويه دي سهله قوي من اسمهم كده، دي انهبت الالفا جلوكوزايديز انزيم اوف ذا براش بوردر. يبقى العيان لما ياخد ستارش او اوليجو او داي او غيره ما يتكسرش الجلوكوز، يبقى انت بتقلل الابزوربشن اوف جلوكوز. سهله؟ اسمين بقى عشان الام سي كيو او العملي، دواء اسمه الاكاربوز اكاربوز، ودواء اسمه الميجليتول احسن كتير جدا من الاكاربوز، اقوى منه تقريبا 6 مرات واقل في الاعراض الجانبيه شويه. الادويه دي العيب بتاعها طبعا هي بتتاخد عالج بيها سكر لوحدها دي، يعني الفا جلوكوزايديز ده ظبطت السكر؟ لا، ده كل فكرته انه يمنع البوست برانديال هايبرجلايسيميا، ما يخليش السكر بتاع الاكل ده يعلى. طبعا لازم يتاخد مع ادويه ثانيه. بس خلي بالك بقى من سؤال في الشافعي، ما يتاخدش مع الميتفورمين. هو يتاخد مع اي دواء سكر الا الميتفورمين، لان هو بيقلل اي امتصاص الميتفورمين من الجي اي دي. السؤال بقى اللي يعني حد من اسئلتنا بيساله في الشافعي الحقيقه، يعني انا بحب قوي نظام الاسئله ده بس انتوا مش بتحبوه، يعني اللي هو عايز الفهم بقى على المستوى الشافعي. هو العيان بياخد انسولين كويس؟ عيان بياخد انسولين وبياخد الفا جلوكوزايديز انهبيتور ودخل بسبب انسولين زياده في هايبوجلاسيميا. ينفع اديله سكروز؟ يعني ينفع اديله ميه بسكر؟ ينفع اديله شوكولاته بندوري مش عارف ايه؟ برافو عليك، ما ينفعش. ليه بقى؟ لانه مش هيتحول لجلوكوز لان الانزيم از انهبيتد. يبقى لازم علاج العين ده ايه؟ علاج الجلوكوز. لو عندنا جلوكوز محلول جلوكوز يشرب او ياخد في الوريد او اي حاجه، لكن ما ينفعش ياخد اورال سكروز او اورال
اي حاجه بقى الدواء بولي اوليجوسكرايد مش نافع. العيب بقى الوحيد بتاع الدواء ده انتفاخ فلاتولنس، تخيل عليه برضه منفوخه كده يعني شويه دائريه، لو بياخد من فورم مش هي مش هيمتص، لكن من الادويه اللي ما فيهاش مشاكل كتيره. ان شاء الله اخر مجموعه بقى في الدايابيتس اسمها مجموعه الادويه الحديثه ذا نيو انتي دايابيتك دراجز، ده انا هقول لهم على فكره في 5 دقائق بالظبط، وكانت الطريقه ان شاء الله سهله وكويسه قوي. هي معتمده على شويه فيسيولوجي. احنا عندنا حاجه بنسميها الانكريتنز اللي هم الجي اي تي هرمون، كويس؟ اشهر واحد فيهم واهم واحد يمكن نوع اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد 1، كويس؟ ده موجود بيطلع من الجي اي تي مع الاكل وليه ريسبتورز معينه بيشتغل عليها وبيعمل الاتي. الهرمون ده او الانكريتن ده لما يطلع بيعمل 4 حاجات. اهم حاجه بيعملها انه بيزود الانسولين ريليز، كويس؟ طلع انسولين من البنكرياس. يبقى مبدئيا كده دول غالبا بتوع تايب، يعني الادويه اللي بنقولها كده غالبا بتوع تايب 2 غالبا، مش كده؟ ويعمل حاجه كمان مهمه قوي، يقلل الجلوكاجون ريليز. ونمره 3 بيعمل ديلي اوف ذا جاستريك امتينج. مين يقول لي دي ايه علاقتها بالموضوع؟ يخلي الاكل قاعد في المعده شويه، يمنع ان يعلى السكر مع الاكل، مش كده؟ ولو الجلوكوز داخل على طول على او الـ يعني السكريات ايا كان بقى شكلها يحصل ارتفاع فجاه بعد الاكل، هو بيقلل الابسوربشن الجلوكوز بطريقه غير مباشره. ما بيعمل بريئه في جاستريك امتينج. حد يعرف عيبها؟ ديلي جاستريك امتينج ممكن لو دواء تاني من الادويه اللي بتدوب بسرعه اللي هي رابد انسنتجريتد هيقل امتصاصه شويه، مش مشكله لكن موصوفه يعني. الحاجه الاخيره ودي بقى على فكره سنترال اكشن شغل على سي ام اس، ان هو بيقلل ابيتايت، بيعمل ما يسمى بالانوركسجينيك او الابيتايت سبريسنت افكت، كويس؟ يبقى لقوا ان في حاجه عندنا في جسمنا كده في الجي اي تي هرمونز بتعمل شغل حلو قوي في السكر، تشتغل على ريسبتورز وتعمل 4 حاجات، طلعت انسولين، قللت جلوكاجون، قللت الجاستريك امتنج، وقللت الابيتايت. اللي عايز اقول لك بقى دلوقتي ان هذا البيبتايد ما ينفعش يتاخد اورال، لو صنعناه على شكل بيبتايد هيتاخد تحت الجلد لانه بيبتايد وبيكسر الانزيم. صعب نعيد، انا عارف ان اسم الانزيم صعب بس هنحفظه، اسمه داي بيبتيدايل بيبتايديز نمره 4. الانزيم اللي بيكسر الانكريتين ده اسمه كده داي بيبتيدايل بيبتايديز 4، وتحوله لمركب انكتيف. تعالى بقى فكر معايا كده ان شاء الله ازاي اعالج السكر بالانكريتنز دول بالادويه الجديده. عندي كام حاجه اديها؟ عندي حاجتين، يا ادي دواء مصنع شبه الجلوكاجون لايت بيبتايد 1، صح؟ هو نفس التركيبه، يا اما ادي داي بيبتيدايل بيبتايديز 4 انهبيتور، صح؟ يبقى هم دول الاثنين الكبار قوي الجداد في الطب. بص بقى على الجلوكاجون لايت بيبتايد 1، عندنا اسمين بس اللي موجودين في الكتاب الحمد لله، ده اسمه الاكزيناتايد اكزيناتايد، وده اسمه ليرابلوتايد. دول الامثله بتاعت السينثيتيك انالوجز اوف جلوكاجون لايك بيبتايد 1. عرفنا طريقه شغلهم، هيشتغل على الريسبتورز بتاعت الجلوكاجون لايك بيبتايد ويعملوا ال4 حاجات اللي قلناها. يتاخدوا بقى في علاج السكر ماشي في اي تايب، غالبا تايب 2 لكن ممكن ادجفنت مع الادويه الثانيه. انا بيهمني بس العيوب بتاعته. لازم يتحقن، صح؟ لانه كله بيبتايد ما ينفعش يتاخد اورال. وبعدين ممكن يعمل هايبوجلاسيميا لا يتاخد مع اذر هايبوجلاسيميك دراجز، يعني انسولين او سلفونيل اوريا في احتمال عالي لهايبوجلاسيميا. يعملوا نظريه جامده من الحاجات المزعجه اللي فيهم، ومشكله بقى ان هم بيديلي الابزوربشن اوف اذر دراجز زي الادويه اللي بتدوب بسرعه باراسيتامول وغيره. الاحسن منهم بقى الحقيقه ان هم الادويه اللي بتشتغل عن طريق انها تزود الاندوجينس جلوكاجون لايت بيبتايد 1. انا ما بديش انالوج بقى، انا بدي دواء يوقف تكسير الاندوجينس، ولما الاندوجينس جلوكاجون لايت بيبتايد 1 يعلى هو اللي هيعمل انسولين ريليز ويقلل الجلوكاجون ويديلي جاستريك امتنج ويقلل ابيتايت بسي ان اس اتش. الادويه دي اخرها جليبتين، يعني في سايتا جليبتين وفي فيلتا جليبتين وفي ساكسا جليبتين وفي غيرهم كتير، لكن دول اللي موجودين. اهم ميزه فيهم ذي ار جيفن اورالي، يعني ده التطور اللي حصل عن مجموعه الجلوكاجون لايت بيبتايد 1.
بتاخده زي ما قلت لكم كده بقى مع ادويه سكر التانيه، غالبا بيتحط مع الميت فورمن. وفي حتى مركب جاهز دلوقتي عباره عن الدواء الجليبتين ده مع ميت فورمن في القرص الواحد. اخر حاجه بقى ان شاء الله في الدايبيتس حاجه اسمها الايمايلين انالوج. عارفين الايمايلين مش كده؟ لا لا، الاسامي التجاريه دي ما حدش يسالك فيها خالص. جانوميت ده اختصار جانوفيا اسم التجاري بتاع الدي بي بي فور انهيبيتور مع متر واختصار ميت فورمن، لكن مش مطلوب منك. الايمايلين ده كان عباره عن بوليبيبتايد طالع من البيتا سيلز مع الانسولين. كان مكتوب في اول صفحه معلومات وقلت لك بلاش تقراها، وفعلا بلاش تقراها. هو اللي مهم عليك بقى بالنسبه لك ده هو بيعمل الاتي، ما بيطلعش انسولين. يعني كلمه اللي هو ريليز انسولين او انهيبت الانسولين دي مالناش دعوه بيها، دي عليها خلاف رهيب. اللي عليك تعرفه هم التلات حاجات دول. بيعمل زي الانكريتنس بالظبط ما عدا الانسولين ريليز. يعني يقلل جلوكاجون ريليز، يقلل الجاستريك انتج، ويقلل ابيتايت باي سي ان اس اتش. طلعوا بقى دواء مصنع شبه الايمايلين اسمه برام لين تايت، يتاخد تحت الجلد في علاج السكر، بس ده المطلوب اللي انا نعرفه في الدواء اسمه البرام لين تايت. معرفش الحقيقه الجلوكاجون هيتشرح ولا لا في المحاضرات. لا؟ طيب الجلوكاجون بس باختصار كده انه يعني بيجي عليها سنت ام سي كيو والله، فيبقى خلصنا منه. اتشطب اتشطب بقى. دكتور، هو الامايل انالوج ليه مع التايب 1 دايبيتس؟ هو الحقيقه ممكن يتاخد في اي حاجه، يعني يتاخد مع الانسولين او يتاخد مع الادويه الثانيه. يعني ممكن يتاخد مع ادم لوكس، بس هي الفكره طالما ما طلعش انسولين فدور في تايب 2 مش حلو قوي. يعني ما يبقاش هو الدواء الاساسي في تايب 2. الجلوكاجون بيسقط في دقيقه واحده، ممكن حتى واحنا واقفين يعني. لا لا مش الدرجه دي يعني. هو عباره عن بوليبيبتايد مهم تركيبته قوي 21 امينو اسيدز طالع من خلايا البنكرياس اسمها الاي او الالفا سيلز. انا هقول لك بيشتغل ازاي وانا متاكد ان انت هتعرف كل الباقي. هو بيشتغل على جي اس بروتين كابلد ريسبتورز. يعني كل الشغل بقى على ريسبتورز مش زي بتاعت الانسولين اللي هي تيروزين كايليز، لا بيشتغل على حاجه اسمها جي كابلد ريسبتور جي اس. انت بقى قول لي هيعمل ايه في الليفر؟ هيعمل ايه في الهارت؟ هيعمل ايه في السموث ماسلز زي الانتستن؟ جلوكاجون زود السايكليك ام بي في الثلاث اماكن دول. عمل ايه بقى؟ لما زود سايكليك ام بي في الليفر عمل جلايكوجينوليسيس، صح؟ فراح مطلع جلوكوز عايز استعماله، ده هو بيعمل جلوكوز ريليز او جلوكوز سكريشن. هايبوجلايسيميا انا لسه فاكر علاج الهايبوجلايسيميا كان جلوكوز 50 50 او غيبوبه يعني ما ينفعش، يبقى جلوكاجون هو بتاعنا ده. طبعا هيتاخد تحت الجلد او انترا ماسكولار عشان هو في التايت. عمل ايه في الهارت؟ زود كل حاجه. يقول عليه بوزيتيف اينوتروبيك. صح؟ نظريا يعالج ايه؟ يعني هارت فيلير. طب احنا لما ذاكرنا الهارت فيلير سمعنا كلمه جلوكاجون دي؟ ما حصلش. هو يتاخد في حاله معينه اللي يكون سبب الهارت فيلير اوفر دوز من البيتا بلوكرز. عيان بياخد جرعه كبيره من البيتا بلوكرز، البيتا واحد مقفوله، الهارت مش عارف ينقبض. سؤال بقى بتاع الام سي كيو بتاع الشافولد، ما ينفعش العيان ده اديله ادرينالين او دوبامين او اي بيتا اجنست؟ ليه؟ لان البيتا مقفوله. طب حد هيقاوم معاك، بس البيتا بلوكرز يا جماعه قافله باي كومبيتيشن. يعني ايه؟ يعني لو كترت الاجنست هطلب ان شاء الله البيتا بلوكرز ويرجع الهارت يشتغل عشان كل العيان مات. الكلام ده كلام معمل مش كلام كلينيكال، مش كده؟ يبقى البديل ايه بقى؟ ان انا ازود الايوتروبيك اكشن بريسبتور تاني اللي هو الجلوكاجون ريسبتور. ايه علاقه الجلوكاجون بالبيتا بلوكرز؟ فيسيولوجيكال صح؟ واحد بيعمل ايوتروبيك بوزيتيف والتاني بيانهبت. ده بيشتغل في مكان وده بيشتغل في مكان، ده اسمه جلوكاجون وده اسمه بروكاجون. يبقى العلاقه بينهم فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يعمل ايه في السموث ماسلز؟ سايكليك اي بي بي ريلاكسيشن. اشتغلوا في الطب في ايه بقى؟ انت عملت صبغه وعايز الصبغه تفضل قاعده شويه في الجي اي تي. فبدل ما زي الكونتراكشن بتاع السموث ماسل والانتستين يطلع الصبغه بره يقللها، يبقى تعمل ريلاكسيشن عشان تعمل راديولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا انتستين. في حاجه اسمها جلوكاجون تيست، سمعتوه في الفيسيولوجي؟ عايز اعرف البيتا سيلز بتطلع انسولين وسيبتايد ولا لا؟ ادي جلوكاجون
يعمل ايه؟ يعلي سكر. اكتر حاجه تطلع انسولين السكر العالي، لو استجاب يبقى هو قادر ان هو يطلع انسولين من البنكرياس. خلاص المره الجايه ان شاء الله بقى نبدا في الفوائد ان شاء الله عايزين نتفق.